مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة. أجواء أقرب إلى الأجواء الصيفية، يعني هناك ارتفاع على درجات الحرارة وطقس حار نسبي إلى حار، وأيضا هناك أتربة مطارة وتدني لمدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الجنوبية الشرقية الصحراوية وأيضا المناطق الشرقية. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة. نلاحظ أن المملكة ستكون اعتبارا يوم غد تحت تأثير كتلة هوائية حارة إلى حارة نسبيا تؤدي إلى ارتفاع تدريجي وملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل واضح خاصة يومي الأربعاء والخميس. أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة درجات الحرارة الصغرى أعلى من معدلاتها بحدود 6 إلى 8 درجات مئوية، الصغرى المتوقعة حوالي 18 درجة مئوية، أيضا سرعة الرياح قليلة حوالي 8 كيلومتر في الساعة، والرطوبة النسبية منخفضة أيضا نسبيا. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم الثلاثاء ارتفاع واضح على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها ما بين 8 إلى 10 درجات مئوية، العظمى المتوقعة بحدود 31 درجة مئوية، أجواء حارة نسبيا، والعظمى 31 والصغرى بحدود 22 درجة، يعني أيضا الصغرى أعلى من المعدل على الأقل بحدود 10-11 درجة مئوية. الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أيضا أعلى من المعدل ما بين حوالي 10 إلى 12 درجة مئوية، العظمى المتوقعة حوالي 33 والصغرى بحدود 24، كذلك يوم الخميس العظمى المتوقعة 34 درجة والصغرى المتوقعة 20 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات المختلفة، بنلاحظ المناطق الشمالية أجواء حارة نسبيا في معظم المناطق الشمالية، إربد العظمى 35 والصغرى 23، عجلون 33-24، جرش 34-22، والمفرق 33-20 درجة مئوية. أما المحافظات الوسطى البلقاء 32-24، مأدبة 31-23، عمان 31-22، البحر الميت والأغوار أجواء حارة 39-29، والزرقاء 33-21 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 31-20، الطفيلة 30-23، والشراه العظمى 28 والصغرى 19، إمعان 30-18، وخليج العقبة أجواء حارة ومغبرة، العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية. أما المناطق الشرقية من المملكة أجواء حارة مغبرة أحيانا، الأزرق 35-21، الصفاوي 33-19، وأرويشد 31-18 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع